تخيل إنك تترك جسمك وتلف العالم بروحك. هاد هو الأسترول بروجكشن أو الإسقاط النجمي. بيعتقد البعض أنه يمكن للوعي أنه ينفصل عن الجسد المادي ويسافر لأبعاد تانية وقت النوم أو التأمل. تجربة غريبة وصف مريض عمره 15 سنة وقت لقى حاله عم بيطوف خارج جسمه. التشخيص كان اضطراب الهوية التفارقية أو الشرود التفارقي. الاضطرابات التفارقية سبب صراع داخلي بين الأنا والذات اللي بيعمل حالة متغيرة بالإدراك والتجربة الذاتية. لوصف المريض بأنه خروج من الجسد. الإسقاط النجمي بيعني المحاولات بإرسال الوعي بعيداً عن الجسد لوجهة روحية أو ما يشبه بفصل العقل الواعي عن الجسم البشري بهدف عيش تجربة الخروج من الجسد. بحسب الدكتورة سوزان بلاكمور، الفكرة إجت من نظام صوفي بالقرن 19 يدعى الثيوسوفيا، تأسس بنيويورك عام 1875 من قبل هيلينا بلافاتسكي، اللي زعمت أنه سافرت حول العالم ودرست مع معلمي التبت واتصلت بالموتى. نظام بيدعي أنه عنا 7 أجساد، من أدنى الأجسام الجسدية لأعلى الأجسام الروحية والعقلية، ثالثة الجسد النجمي. هالفكرة قديمة وكتير من الناس بكل العالم بيمارسوها كشكل من أشكال الرعاية الذاتية والشفاء الروحي. العلماء بعضهم وصفوا التجارب بأنها أشبه بالأحلام أو حالات الوعي المتغيرة، إلا أنه ما في دليل علمي قاطع بيثبت أنه الوعي ممكن يكون خارج الدماغ، ولهيك العلماء أكيد بيرفضوا. تجارب ممكن تكون مرتبطة بأنماط النشاط المرضي مثل اضطرابات الأذن الداخلية أو الحالات النفسية المعقدة. بصراحة هالظاهرة مثيرة للجدل وغامضة، يلي بيخليها موضوع خصب للنقاش والاستكشاف سواء من الناحية الروحية أو العلمية. يعني يمكن صار الوقت نعيش التجربة اللي عاشها الدكتور سترينج لنفهم حقيقة البعد الآخر.